موقف لا يحسد عليه وقع فيه المذيع البريطاني تيم لوف جوي خلال بداية حلقة البرنامج اللي بيقدمه مع مذيعين آخرين اللي هو ساندي برانش على القناة الرابعة البريطانية. ففي مطلع الحلقة وهو بيعرف عن نفسه بيرحب بالجمهور عمل كم حركة راقصة بخفة، الأولى نقدر نقول إنها زبطت معاه، بس في الثانية ما زبطت معاه. Hey, we're here. You're watching Channel 4 live from Television Centre. This is Sunday Brunch. I'm Tim Lovejoy. Yay! And I'm Sam River. That's quite. Oh! I can't even help you up. I can't even help you up. On the show this morning. Easy, stop laughing. On the show this morning, we'll be joined by presenter Maya Jammer. Why is everyone laughing? It really hurts. الشر برا وبعيد. على العموم المضحك المبكي في الطيحة اللي الحمد لله جات خفيفة إنه بسبب إجراءات التباعد الاجتماعي ما قدر أحد حتى يقرب منه ويساعده.